اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بزميلي ايمن يماني. اهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء النور عليك حاتم ومساء النور على المشاهدين. اهلا بك. وفي بدايه الحلقه ايضا تحدثنا عن خطوط محدده لهذا البرنامج، منها متابعه نجومنا المحترفين وتسليط الضوء على المنتخبات خاصه المراحل السنيه. فمنتخبنا منتخب الشباب اللي حيشارك في البطوله العربيه هو حيكون تحت مجهر البرنامج وتحت مجهر التحليل في هذا البرنامج، لتكون إن شاء الله دفعة وبداية قوية لمنتخبنا. كيف شفت اختيار هذا المنتخب كابتن أيمن؟ وفي ملاحظات أنه الصغار دائما في منتخباتنا السنية لا يجدون أماكن في منافسات الكبيرة في الدوري الممتاز. يعني كم لاعب في الدوري الممتاز موجود في هذا المنتخب؟ كم لاعب أصغر من 19 سنة يمكن أن يكون عنده خبرات تنافسية، لعب مع أندية إفريقية ليفيد المنتخب الوطني؟ هي دي كانت مباراة مهمة، المباراة الأولى بقيادة المدرب الجزائري الفرنسي منير الحباب، أول مباراة له، أول تعرف له، أول مباراة للفريق. الإعداد حقيقة في وقت ضيق جدا جدا، المباراة يوم 9 السودان لاعب مع ليبيا، يوم البطولة يوم 17 واحنا لاعبين يوم 18 طوالي مباشرة مع ليبيا، فالزمن ضيق جدا. أول مباراة هم فازوا 2-1، لكن الكلام دائما بيكون على دي. يعني أكثر حاجة عجبتني فيهم النقلات الهجومية، يعني بتشوف الكرة بتتلعب، رمية التماس، الباصات، يعني بيحاولوا يلعبوا بالأرض. واضح هو ده الأسلوب، ده أكيد جزء كبير جدا منه للكوتش محمد موسى، حتى شاهدناهم يعني حتى فترته مع المريخ كان بيلعب الكرة الأرضية، بيحاولوا ينقلوا الكرة ويتحركوا عكسية في النهاية. بعدها المنتخب بالأحمر والزوما فريق الزوما بالأخضر، يعني دي ميزة إنك أنت تأخذ فريق إنه الأولاد دي لو بدوا من حاسة يتعلموا إنه يلعبوا الكرة بالأرض، لما يجوا المنتخب الأول لما يلعبوا في الفرق الأولى يعني بيحاولوا إنه يلعبوا الكرة. توفيق لاعب الوسط ده لاعب مميز جدا، المهاجم جون مانو، يعني في مواهب فيهم جيدة قد لسه يدوب. طبعا كمان ما كانوا متعودين شديد على أرضية الملعب في ملعب الخرطوم الوطني، ملعب الأسرة، لكن على قدر الإمكان كانوا بيحاولوا يخطوا الكرة على الأرض. توفيق ده أميزهم، لاعب الارتكاز، لاعب قلب الأسد في الدرجة الثانية، واضح إنه لأنه بيلعب أساسي يعني في فريقه بيأدي في المباراة. أغلبهم ما بيلعب للأسف أساسي في منتخباتهم، بيلعبوا في فريق الشباب. نعم. عكسية أخرى، والجناح الأيمن ده برضه من المرسوعة كان مميز، وكان عنده يعني مشاركات وتهديفات جيدة بالنسبة لهم. يعني ده الهدف اللي سجلوه، يعني كرة في ملعبه في خط النص اتقطعت، اتلعبت في النص ليوسف، تمريرة جميلة للمهاجم جون مانو، ومرة من الحارس بطريقة جميلة وسجل. يعني كابتن عنده الشكل، عنده أداء هجومي، واضح انه مبذول عليه مجهود من الجهاز الفني. يعني واضح انه حتى مرات كانت بتقطع منهم، مرات بيلعبوها، لكن يعني واضح انه في اصرار، لانه احنا بنشوف فرق كثيره، فرقنا بتلعب كوره عاليه مرات، ومباشره من الهجوم من الدفاع للهجوم، فجيد انهم يخطوا الكره في الارض وبيحاولوا يلعبوا. دي حاجه تحسب اكيد للجهاز الفني وللاعيبه الشباب ديل، انهم هم يعني بيحاولوا يلعبوا الكره الصح. يعني حتى اغلب الفرق بالذات المراحل السنيه، لانه المراحل السنيه النتائج فيها ما مهمه، المهم انه اللعيبه يتعلموا صح، يتاسسوا صح، فضروري جدا انك انت تأسس فيه منه يلعب الكرة. أنا كابتن قبل ما أمشي للتألق، أنا بس لو قارنا بين المنتخب ده والمنتخبات اللي ممكن نلاقيها في البطولة العربية، هل شباب نديل أتيحت لهم فرصة على مستوى كبير؟ إحنا دائما في البرنامج كنت أتكلم عن أنه لاعبنا بيتأخر في الظهور جداً جداً، ودي بتظلم كثير جداً. أسمع، يعني أنا مريت عليهم كلهم اللعيبة الموجودين على الدكة، سألتهم ما في ولا لاعب أساسي في الدوري الممتاز ولا واحد. يعني شيء محزن جدا جدا، لعيبه عمرهم 20 سنه 19 سنه، ده المفروض يكونوا الوقود بتاع الدوري الممتاز الاول، مش الممتاز كمان، يعني ده المفروض يلعبوا في الممتاز. يعني شفنا ياسين مثلا 20 سنه جاء من رومانيا اساسي، له 4 سنين في الدوري الروماني، عمره 16. ودي الفروقات هنا بتحصل اكيد، يعني انت لاعب ما لعب، بيلعب بطوله بتاعت شباب، يعني مع كل الاحترام له ما بتجهزك ابدا انك تلعب مباراه دوليه. يعني انت فجاه هتلعب ضد لعيبه بيلعبوا في فرق سنيه على سنوات، لعبوا دورات، على فرق الخبره ده صار بشكل كبير جدا على لعيبتنا. يعني نقطه حنتكلم عنه، قلب الدفاع، قلب الدفاع ممتاز جدا في الخرطوم الوطني، يتمرن مع الفريق الاول، حتى ده حاجه كويسه يعني انه يتمرن، لكن برا اشوف النقطه هو نمره 18 قلب الدفاع بالعلامه البيضاء. يعني هنا واضح انه، بس انا كنت داير اديك بعض الملاحظات، هو لاعب صغير جدا 17 سنه، واضح انه حيتمرن كده، يعني واضح الكره حيتلعب
انت لازم تخش على جوه تضم على المرمى. دائما اللاعب على قدام المرمى هو اللي عليه الخطوره، يعني انت دائما لازم تضم، ما تكون متطرف. ايوه يعني دائما لازم الكره هتتلعب له، لكن سريع جدا. شوف بالسرعه جاء وقطع الكره من المهاجم. يعني كانت هيثم مسؤول الخرطوم الوطني وشكرا ادانا المعلومات انه هو مواليد، انا اشوف بيقطع الكره يلا مرر بسرعه. يعني عندك طوالي توفيق نمره 21 قدامك ممكن تمرر له، لو قدر يمرر هناك للجناح الايمن طوالي حيبدا هجمه، لو قدر يمرر ليوسف لعب الوسط. يعني قطعت الكره تفكر طوالي انك انت تبدا لقدام، انا استلمت الكره ابدا هجمه طوالي، بالذات انه هو عنده القدره انه يمرر. يعني ما تتاخر، لا اتاخر ووقف وخلاص رجعوا لعبه الزومه ورجع الكره للحارس، خط الضغط على حارس المرمى، وفي النهايه الحارس لعبها المدافع والزومه بالعكس بقت هي تضغط عليك و فقدت أفضلية. أيوه تخطك تحت الضغط، وهي صح الكرة طلعت صح من الحارس للباك اليمين وعملت فاول، لكن أنت دائما لما تقطع ده أفضل وقت أنك تهاجم فيه بالضبط، أنك أنت تزيد وتكمل. هنا الكرة في خط النص أول ما قطعوا الزومة وطوال انتبه للخطورة وطلع، لكن المشكلة الباك اليمين نمرة 25 متراجع، يعني المفروض يكون في نفس الخط عشان لاعب الزومة يبقى أوف سايد. عملها كم مرة الباك اليمين ده، محتاج يعني قاعد معه من الجهاز الفني، كم مرة كان بيتأخر ورا قلب الدفاع؟ أنت أبدا ما تتأخر ورا قلب الدفاع، هو الليدر بتاعك، هو القائد، طلع تطلع معه على أساس إنه يكون تسلل، الكرة اتلعبت بقت واحد على واحد، شكلت خطوطة كبيرة جدا، شوف نقد، يعني رجع ورا الحارس وأنقذ الكرة من خط المرمى، يعني هو طلع قبيل لكن جراجع وأنقذ يعني محتاج التناوب الباك اليمين ده شوية، دائما هم أولاد صغار يعني، بس أنا أتمنى إنه يشوفوا اللقطات دي أو كمان الجهاز الفني. انا استغربت حقيقي انه ما كان في تصوير، كاميرا تصوير، لانه اولاد دي الصغار محتاجين تنبيه، محتاجين يعني انك انت تراجع معهم بالفيديو عشان يعرف غلطات وين الحياه الكويسه شنو يزيد فيها الحياه. يعني بالذات الباك اليمين ده بيرجع ورا الناس، يعني دائما قلب الدفاع هم القائد بتاع الدفاع، طلعوا بتطلع معهم يعني رجعوا بترجع معهم انت لكن ونس انهم طلعوا انت ورام، دي مشكله كبيره جدا جدا. ايوه فعملت هجمه خطيره كم مره لكن انقذوا الموقف. يعني هم اولاد صغار وموهوبين حقيقه، يعني ما في حقيقه محمد صلاح، ما في ماني، ما في النجم الواو كذا يعني حقيقه موهبه كبيره يعني، لكن اولاد موهوبين على محتاجين حيتطوروا. المدرب ذاته اتكلمنا معه بعد الكره الكوتش منير وعد انه حيطور اللعيبه ديل يوصلهم، يعني حس حاليا البطوله دي بعد اسبوع، يعني بتيجي الطالب مدرب جاي يا دوب ولعيبه ما عندهم خبرات وانهم يمشوا مثلا في البطوله بتكون بالطالب بشيء كثير حقيقه، لكن المهم انهم يتمرحلوا صح. خطوه كبيره عمل الاتحاد انه جاب مدرب له 10 سنوات في اكاديميه سباير، يعني اكيد مر على اللعيبه اللي وصلوا مع منتخب قطر لكاس اسيا وكذا، فضروري نصبر عليهم ونديهم الفرصه. لكن الجزء كمان انا دي الاكبر بقى على الانديه، اللعيبه دي انهم ما يلعبوا يعني زي نقول مثلا الخرطوم الوطني، يعني حاليا الموسم ده مستواه ما زي السنه اللي فاتت كان المركز الرابع متراجع، لكن يعني كيف ما يلقى ولد زي ده ولا دقيقه في الدوري الممتاز ولا ثانيه يعني ولاعب منتخب. أيوة يعني انت بتمرن مع الفريق ضروري يعني عشان يفيدك، يعني عندنا مشكله في الاعمار. عمر حارس الهلال حارس ممتاز حاليا يتكلم عنه، هو انا اتكلم عن حارس عمر، حارس ممتاز جربته في الهلال حقيقه الموسم ده، هو الحارس الرابع جمال سالم يونس أبوجا هو الرابع، ما حيلعب نهائيا، حيكون طول عمره في فريق الشباب لانه ما في خانه. اعيره يعني مثلا انا مع كل الاحترام انا شفت هسه الدوري الممتاز المعز موجود، اكرم حاليا الامل فريق بينافس، شفنا قبل يومين خسارته مع في الدوري الممتاز مع حي الوادي، نيالا الحارس اكرم، يعني الحراس كبار وليهم مكان، لكن ضروري برضه المدرب الفرق يفكروا في حراس زي ديل شباب ممتازين جدا، لازم يلقوا الفرصه حيفيدوك كفريق، حيرجعوا يفيدوا فريقهم الاصلي برضو الهلال. تعال نشوف عمر، يعني عمر ده حارس ممتاز ممتاز جدا، عنده حاجات صغيره محتاجه تحسين لكن حارس طويل موهوب، هو السبب انه هم فازوا، يعني بينزل بطريقه ممتازه جدا شوت ستوبر زي ما بيقولوا، يعني بي 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 بطريقه مميزه جدا بيتعامل مع التسديدات، هو دائما في الشباب يعني فرصته حتكون شبه معدومه، مستحيل حارس رابع يحرس مرمى فريق الهلال الاول، فانت حارس زي ده محتاج يطلع اعاره يحرص، حتى الانديه الثانيه المفروض تفكر فيه ك يعني حارس مميز جدا ممكن عادي يمسك في الدوري الممتاز بطريقه ممتازه، يعني شوف العكسيات بتعامل معاه بشكل جيد. الحاجه المحتاجه تحسين عنده ايوه انه الديستريبيوشن بتاعه الرميات، شوف رمى للباك الشمال خطاه في الضغط، حتى الثانيه البلنتيات، حتى عندنا كان في التمارين يعني كان في الهلال
ما بينط ما بس بيجيف كده ما عارف بيتسمر في ضربات الجزاء بيجيف بس فهو محتاج يعني اكثر حاجه يعني بقى ضروري جدا شوف التمريره يعني محتاج شغل على التمرير يعني دي بقت حاجه من اساس شفنا جوارديولا استغنى على جو هارت حارس كان انجلترا واول ما جاء مان سيتي قال لي ما بيعرف يلعب الكوره جاب برافو ما نجح جاب حاليا مصر على اسلوبه وعلى اساس دي خلاص بقت 50% من الحارس اللي هو يقدر يمرر لانه يعني هو بيبدا الهجمات منه اللعب كله بيبدا منه لو الحارس لعب التمريره غلط زي ما شفنا التمريره الاخيره دي بتاعت عمر قطعها الجناح بتاع الزوم طالع حيعمل عليك هجمه وانت في وقت الفريق بدا يفتح عشان يستلم الكره دي مع منتخبات ممكن تكون اخطاء ضروري جدا جدا في اخطاء دفاعيه يجب معالجتها في اخطاء ضروري ينتبهوا لها يعني دي لسه بنتكلم عن منتخب ناشئ بادي في مشواره ضروري جدا جدا تشوف الركنيه دي كورنر للزوما اللاعب بيلعبها حر تماما في خط الستة بنشوفها مرة ثانية الكرة بتتلعب يعني شوف اللاعب ده قصير جدا وسط أربع لعيبة وسط الحارس عمر كلهم واقفين على أساس بس إنه المدافع نطة وما حصلها آدم نمرة 13 كلهم الباقيين وشوف الكرة عالية كيف يعني أعلى منه بكثير ما كان في طريقة إنه هو هيحصلها الباقيين كلهم واقفين إنه خلاص هو هياخدها طيب لو ما أخدها لازم نكون متحركين شوف في اربع لعيبه واقفين يعني لاعب قصير جدا من الزوما استطاع انه يصل ويتعامل مع الكره الحاله الثانيه دائما نلعب لقدام ان المشكله دائما بنلعب لورا هنا الجناح ممكن يمر لتوفيق ممكن يمر للجناح اليمين لا اختار الخيار الصعب جدا رجع. انه يرجع ودائما الرجوع ده بيخطك تحت الضغط يعني قبل شويه تكلمنا عن نقطه برضه انه رجع الكره يعني دائما نحاول اللعيبه الشباب ده يلعبوا لقدام العب لقدام حتى لو اتقطعت احسن من دائما بتضع شوف الباص ده خدت الباك اليمين تحت الضغط اتقطعت منه وبعد ذاك نقط هنا نقط ذاته يعني اخده على برا دائما اخذ المهاجم الجناح على برا ابعده عن جونك يعني ده الخيار دائما ما تخليه يرجع على رجله اليمين اللي هو بيلعب بها يعني دائما خليك حريص جدا بالذات داخل منطقه الجزاء يعني التعامل كويس يعني دي كانت ضربه جزاء واضحه جدا ما اعرف الحكم ما حسبها لي يمكن لانه قبل دقيقه حسب ركله جزاء ثانيه فربما ما هذا خطا كبير أي يعني بالضبط اي 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 الحته الثانيه هم شويه يبدو ما عارف بيلعبوا في يتمرنوا في ملعب الاسره رغم انه حيلعب في ملعب طبيعي وهم واضح انه ما متعودين على النجا شوف بيتزلقوا يعني كثير جدا كانوا بيتزلقوا اثناء خصما على التدريب أيوة يعني ما عارف ليه اختاروا الملعب ده يعني من مكان ممكن يلعبوا في الهلال في المريخ في يعني في ملعب يعني كان واضح شوف اللاعب دور بيتزلق وعمل فاول هم هناك ما حيلعبوا في نجيل صناعي فانت ليه بتتمرن في نجيل صناعي؟ سؤال كبير حال كويسه لما بيضغطوا عالي يعني لما ضغطوا الزوم عالي جابوا الهدفين يعني دي افتكر دي الطريقه المفروض يلعبوا بها شوف الترجيع لورا دائما الترجيع لورا دائما عامل خطوره ترجع هاي في النهايه انت احسن حاجه لو زنقت تطلع الكره ما في اي عيب انك تلعب الكره للامام وشوف بالعكس عملت هجمه شوف هنا المهاجم المفروض يكون بيعاين قبل ما يستلم الكره يعني عنده ثلاثه زملاء حوله يعني دي كان ممكن تكون هجمه خطيره جدا اربعه على ثلاثه في ثلاثه بس من الزوم مدافعين يعني استلم انت المفروض قبل ما تستلم تكون عارف زمايلك وين عشان طوال انا يعني تشوف استلم المفروض يقبل ما في زول قدامه طوال يمشي لقدام معه ثلاثه يعني اربعه على ثلاثه يعني انت ابدا ما تاخر لانه ثلاثه من الزوم جايين عليك يعني انت المفروض طوال تقبل وتمشي هتخليهم في ظهرك وعندك ثلاثه زملائك مكملين معك لا اتاخر ولف وفي النهايه اتقطعت منه يعني الكره فدي دي هم لعيبه شباب وادوا مباراه جيده وفازوا يعني ما قصدنا نحبطهم والله يعني واحد بيتكلم بس عشان لكن يعني دي ثغرات وضحت يعني اخطاء بسيطه من عادات ما هو اصلا ده دور التعلم عشان انت تتطور يعني المفروض اللعيبه ديل كان يكون كل واحد عنده 50 60 هل احنا مهتمين بالجانب ده؟ هل احنا مهتمين بنصور وبنجي نشوف؟ انا البدايه هي 18 نادي في الدوري الممتاز ما في ولا لاعب تحت ال 20 يقدر يستدعوه يعني دي كارثه كارثه ما يعني في الناس بتلعب كبيره احنا بنتكلم على 21 23 24 طالع يعني مشكله يعني بتكلم على الناس الجيل بتاع موفق بتاع مؤمن اللي هم مواليد 97 اللي هم حاليا 23 سنه بنشوفهم صغار ولسه ما لاخذين الفرصه فما بالك ديل حياخذوا فرصتهم 200 الله اعلم يعني توفيق مثلا نمره 21 ده لاعب قلب اسك احسن لاعب يعني انت بوضوح بتحس انه هو بيلعب اساسي لانه في درجه ثانيه في خلب الاسد خلاص يعني بتحس انه اللاعب ده قاعد يلعب الباقيين يعني نقول ده لاعب ممتاز جدا عمر الحارس ده تخيل بس ما في حساسيه مباراه ايوه لو لعبوا 20 30 مباراه في الدوري الممتاز حيكونوا كيف يعني هم اوريدي طيب. لعيبه وده حنقولنا لمصير مواجهه منتخبنا المنتخب الليبي وصل للسعوديه الحاله الثانيه كان في مباراه مع المفروض بعد بكره مع السعوديه كانت حتكون حاجه ممتازه جدا حتكشف للجهاز الفني قبل اي يعني حقيقه مواجهه الفرق الدرجه الثانيه مع كل الاحترام لهم ما بتديك القيمه صح ما بتديك القيمه يا كابتن فشوف المنتخب الليبي الليله وصل ولعب مع منتخبنا يوم 18 بعد 8 يوم
احنا هنسافر يوم 16 قبل يومين حيتمرن تمرين خفيف يوم 17 وحيلعب مع الليبيين يوم 18 حيكون استغروا ليبيا حرب وحفتر وسراج ومشاكل وقاعدين قبل 8 يوم ونحن حنصل يوم 16 مباراتنا مع السعوديه اتلغت حنلعب حنسافر يوم 16 المدرب ما عنده الا تمرين خفيف تفكيك عضلات يوم 19 يوم 18 خش البطوله يعني كانه حيعتبر مباراه 18 دي اعداد كذا وده منتخب بلد يا كابتن يعني منتخب السودان والناس حتجيك والقنوات الفضائيه حتطلع ولو لا قدر الله حصلت اي نتائج محسوبه باطل حاليا كمان محسوبة. السودان احنا في فتره بتاعت ثوره وحراك وطني وكذا يعني السودان هسه بيمثل الناس كمان المنتخب اكثر من زمان يعني الناس بتطيط بيه وشفنا المنتخب الاول الجمهور الكبير قاعد يحضر له فبيدي احباط برضه للناس مع انه الاولاد ديل ايا كانت النتائج ما مسؤولين ودي مرحله مهمه جدا انه نلعب ونتطور يعني كابتن اخطر ما قيل يا كابتن انه منتخب كامل ما في لاعب بيلعب اساسي في ناديه في الدوري الممتاز في الدوري الممتاز يعني مشكله ولاعيبه موهوبين يعني هي انا في رايي عائق اكبر بقى على الانديه انه يعني هل الدوري الممتاز ده بكل اللعيبه الاساسيين لو كانوا لعيبه على مستوى توب عالمي دوري انجليزي بتقول ديل ما عندهم فرصه لكن في فرص حقيقه المفروض الاولاد ديل مواهب جيده جدا الاثنين في النص توفيق ويوسف انا ما اعرف هم ما اساسيين اختاروا عمر اختاروا يعني هم اختاروا من فرق الشباب لانه ده المتاح لهم حقيقه ما عندهم لكن اهتمام جيد انه نجيب مدرب على مستوى جيد عنده اشتغل على الفئه دي ايوه محمد موسى برضه مدرب ممتاز درب في الدوري ممتاز بيتكلم على بطوله جيده حيستفيدوا منها الاولاد ديل بس نتمنى ان هم يلقوا فرص للاساس ان شاء الله ان شاء الله نحن هنفرد مساحات اكثر واكثر للمنتخبات رصد ايضا مستمر للاعبين والنجوم بدايه موفقه لمحمد عبد الرحمن وتالق وهدف رائع جدا وان شاء الله يكمل على هذا